أما كوثر هاتاي هي المدينة الأولى أكثر تضررا هنا في الجنوب التركي، تليها كهرمان مرعاش وبعد ذلك غازي عنتاب. الولايات المتبقية تعتبر متواضعة من حيث الخسائر مقارنة مع هاتاي، وبعد ذلك كما قلت تأتي كهرمان مرعاش في الرتبة الثانية، وفي الرتبة الثالثة غازي عنتاب. هنا المدينة مدمرة، المدينة منكوبة، الآلاف تحت الأنقاض. معي تركي يتحدث اللغة العربية من فرق الإنقاذ. أستاذ محمد، أريدك أن تشاركنا كيف تقومون بالإنقاذ، وكيف أنقذت نفسك باعتبارك من سكان هذه المدينة المنكوبة. صعب حياتنا والنوبة شفنا هنا، أنا عمري 36، أول نوبة شفنا الشيء هذا. زاطن جيت لهنا، أهلي عايشين هنا، جينا لحقنا عند المطار شوي صار فيه مشكلة، وبعدها الله يوفقها دولتنا كلها جت، يعني عسكرنا جت، الجيش تبعها يعني الجم من خاطرهم كلهم جم، الله يوفقهم يرزقهم. ما دشرونا أي شغلة، ما دشرنا رئيسنا طيب أردوغان، الله يديمه على رأسنا إن شاء الله. إيه الله يديمه على رأسنا إن شاء الله. جاه يعني شنو صار، كل شيء سوى، انتم شايفين بعيونكم زاطن هسه، يعني ببنايات هون اودي كثير عتيقات، وهون البلد قلب البلد، يعني ايش قد ما صار هنا قامهم هنا الحس كلها عم تشتغل. في عندنا هون المسافرين السوريين اكثريتها قاعده، ما عم نلقي صاحب هون، اهل هون عم نطلع، يعني عم يطلع من ايدنا عم نسوي لهم اياه. كم خرجتم من الجثث؟ جيت 7 دقائق جيت لهون، لحقت ابويا طلعته طيب الحمد لله، بس امي الوالده ارتحمت، دقتها ارتحمت. طلعت من هنا واحد ولد سوري، امه وابوه ميتين، بس الولد ما حكى معايا عاد الخوف. طلعنا تقريبا 7 من هون احياء. ايه 7 طلعنا. هناك امال باقي في الاحياء؟ صح، في ايه في، بس ما عم نعرفهم وين هون، عم نطلع. طلعنا يعني صار نطلع تقريبا 20 واحد ميت، واكثريتهم سوريين ما لهم صاحب وما عم نعرفهم، عم نبعثهم زطنينا دولتنا عم بتحلل دمهم مينهم ما عم تعرفهم. شكرا جزيلا استاذ محمد. اذا كانت هذه شهاده احد رجال فرق الانقاذ هنا، قال انهم انقذوا 7 احياء من هذه المنطقه. نحن اصبحنا في مدينه هاتاي كاننا في مجموعه مدن، بمعنى من هذا الركام إلى هذا الركام الفاصل أقل من 50 متر، لكن لكل ركام رواية، لكل جبل رواية، لكل عمارة رواية. محمد قال أنه أنقذوا 7 أحياء من هذه المنطقة. قبل قليل نقلت لكم الصورة للطفلة قمر 13 عاما ظلت حية لأكثر من 170 ساعة تحت الأنقاض، وهذا إنجاز فرحنا به وفرح به كل من يقوم هنا بعملية الإنقاذ. أحد رجال الإنقاذ قبل قليل قال لي أنه هناك حي في الركام الآخر بعد تقريبا كيلومتر من هذه المسافة. لا ندري إلى أين نسير، هل للموتى، هل لمن العالقين، هل لمن هم في المخيمات. يعني معاناة مدينة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نتحرك نحاول أن ننقل بالصورة، لكن يبدو أنا كوثر أن المأساة أكبر بكثير مما يمكن نقله في وسائل الإعلام. بالعين المجردة عندما تتحرك إلى منطقة الموتى والأكياس لا تستطيع كإنسان أن تواكب هذه الصور. يجب أن يكون لك قلب من الحديد الصلب لكي ترى كل هذه الصور وأن ظل تغطي بطريقة عادية. نحاول أن نبتعد أحيانا عن الجثث، نحاول أن نقترب منها، نحاول أن نقترب من العالقين. أحيانا توثق الصورة إنقاذ أحياء. يقول محمد أن الآن يتم التقرب أكثر لعلهم يصلون إلى العمق ويمكن الوصول إلى أحياء. كيف يمكن كوثر، كيف يمكن أن تبقى حيا تحت هذا الركام إذا ما كنت في زاوية معينة، وهذا الركام مثلا سقط جزء من السقف وهو بحجم مثلا دعنا نقول 3-4 أمتار، وهناك حائط لي مثلا مسافة 2-3 متر، وبقيت في هذه الزاوية، تظل أن تبقى حيا. لا نستطيع الحديد من كثرة الغبار، لم تعد تفصل بين عامل بناء أو عامل إنقاذ أو صحفي أو جيش أو شرطي، الكل يعني ملوث بالغبار. لكن الهم الأول ليس الغبار، الهم الأول أن يخرج أحدا حيا من هذا المكان. صحيح.